بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، جعل الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. امتثالا للأمر نقوم بالواجب وما يتعين علينا في هذا المجلس إن شاء الله سبحانه وتعالى. مر الكلام في هذا الفصل كما تقدم عندنا عن الغرور وأصناف المغترين، وذكر سيدي الحبيب علي أصناف المغترين ذكرا عاما، وهم من كان بدأ الكلام عن أصحاب العلم، ثم سيأتي الكلام عن من عن أرباب العبادة، ثم المتصوفة، ثم أرباب الأموال. وأن تعريف الغرور هو إيه؟ سكون النفس إلى ما يوافق الهوى عن خدعة من الشيطان. طيب، والآن سنراجع أيضا، نذكر تعريف الكبر والعجب تحسبا. يمكن يوم من الأيام يسألنا فيه الحبيب علي، لازم يكون إيش عارفين، ما نوقف كذا بدون ما نذكر الكبر. قال الإمام الغزالي: الكبر هو استرواح النفس إلى رؤيتها فوق المتكبر عليه. استرواح النفس إلى رؤيتها فوق المتكبر عليه، هذا هو الكبر. استرواح النفس إلى رؤيتها فوق المتكبر عليه. وأما العجب فهو استعظام النعمة والركون إليها مع نسيان إضافتها إلى المنعم. استعظام النعمة والركون إليها مع نسيان إضافتها إلى المنعم. ولذلك يقول كثير من أئمة الصوفية أن أمهات أمراض القلوب ثلاثة: الرياء والكبر والحسد، ووراءها فوقها أعظم منها العجب الذي هو أخف وأدق. وبعضهم يذكرون أن أمهاتها العجب والكبر والحسد مباشرة. ويذكر الإمام سيدنا عبد الله بن أبي بكر العيدروس في كتابه الكبريت الأحمر أن العجب هو أشد وأخطر أمراض القلوب الذي ينتج بعد ذلك منه بقية الأمراض، ومنها هذا الغرور كما تقدم عندنا. قال السيد الحبيب علي أن الغرور ينتج أيضا عن الإيه؟ عن العجب. نعم، وذكر في 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 معرض الكلام عن أهمية مثل هذه المجالس، ونحن الحمد لله في جوار سيدنا الحسين عليه السلام، كان يذكر الحي عمر أن مما ميز الصحابة رضوان الله عليهم أن الله عز وجل لم يرزقهم فقط النظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل رزقهم المعرفة في النظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هذا مما يعني يرزق به الإنسان، أن لا يرزق فقط، نحن الحمد لله أكرمنا الله وإياكم بالنظر إلى مكان سيدنا الحسين بن علي عليه السلام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا المعرفة في النظر إلى مكان سيدنا الحسين. قال الحي عمر: فقال الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. قال: الإنفاق والقتال هما أظهر مظاهر الإيمان، الإنفاق في سبيل الله والقتال في سبيل الله. قال: وكل أنفق وقاتل. قال: هذول أنفقوا وقاتلوا، هؤلاء أنفقوا وقاتلوا، لكن الذي عند الأولين هو زيادة المعرفة في النظر إلى رسول الله، فلذلك تفوقوا على من بعدهم ممن أسلم من الصحابة من بعد الفتح، فلم يبلغوا مبلغهم ولم يصلوا ما وصلوا إليه مهما فعلوا. حتى إن حديث لا تسبوا أصحابي جاء في بعض الصحابة الذين أسلموا بعد الفتح، عن بعض الصحابة، عن سيدنا طلحة بن عبيد الله الذي أسلم قبل الفتح ومن العشر المبشرين بالجنة، كان أحد الصحابة رضوان الله عليه حسب بينه وبين سيدنا طلحة مشادة وتكلم عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. على مين؟ على يقول لصحابي، على صحابي أسلم قبل الفتح، على سيدنا طلحة بن عبيد الله، فإن أحدكم صحابي أيضا لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. كيف بنا نحن؟ إذا كان صحابي لا يبلغ رتبة صحابي مثله، لكن هذا أسلم قبل الفتح بنص القرآن هو أفضل.
ولو أنفق مثل أحد ذهبا لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه، فكيف بنا مع الصحابي؟ والشأو بعيد. هذا يعني من باب الشيء بشيء يذكر، لأن الحي عمر ذكرها في نفس الدرس، درس الكبريت الأحمر. ووصل سيد الحي علي في كلامه عن السنة، في عن كلامه في الغرور، عند ذكر المجادلة من أهل الكلام، وقد قال الإمام مالك رضي الله عنه: ليس من السنة أن تجادل بالسنة، وإنما السنة أن تخبر بها، فإن قبل وإلا فدع. ليس من السنة أن تجادل بالسنة، وإنما السنة أن تخبر بها، إن قبل وإلا خلاص اترك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم في درس الحبيب علي: من ترك، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وهو مبطل، وزعيم في بيت من في وسط الجنة لمن ترك المراء وهو محق. نعم. وفي معرض هذا الكلام ذكر إمام الغزالي قال: والأكياس وأهل الحزم قالوا: لو نجا أهل الأرض وهلكنا لم تنفعنا نجاتهم، ولو نجونا وهلكوا لم يضرنا هلاكهم، وليس علينا أكثر مما كان على الصحابة مع اليهود والنصارى وأهل الملل. ونرى أن المبتدع لا يترك بدعته بجداله، بل يزيده التعصب والخصومة تشددا في بدعته. طبعا لا يقصد الإمام الغزالي هنا أنه لا يضرنا هلاكم، يعني أن احنا لا نهتم، خلاص خلهم يموتوا يحترقوا، لا طبعا لا يقول بهذا، يعني من عنده هم الدعوة ولا من عنده يعني إيمان، لأنه يريد أن يؤمن أهل الأرض، كما كان سيدنا صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا، يعني متعب نفسك ومهلكها ألا يكونوا مؤمنين. فالله عز وجل يخفف عنه، يقول له: فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، إن نشأ ننزل عليهم آية من السماء فظلت أعناقهم لها خاضعين لو شئنا. لكن الله عز وجل لم يشاء ذلك، وإنما أراد أن يكون الهداية بأسبابها، وأن يكون الهداية عن اقتناع، ولا يكون بإنزال آية تظل أعناقهم لها خاضعين، فيخفف الله عز وجل عنه. طيب الله يخفف عنهم، وهو الله عز وجل خلق فيه هذه الحرص وهذه الرحمة. نعم، هو الذي خلق فيه هذا الحرص وهذه الرحمة، وأنزل له هذه الآيات، فبين لنا ما يجب على المسلم تجاه الخلق من شدة الحرص عليهم، ومن شدة الهم فيهم، والنظر إليهم بنظر الرحمة، حتى يستطيع أن يدلهم على الله سبحانه وتعالى. أما إذا لم يكن ينظر إليهم نظر الرحمة، هذا نقع فيه كثيرا في تدريس أو في تعليم أو في كلام أو في نصح، إذا لم ننظر إلى غيرنا نظر الرحمة أثناء ذلك، فإن هذا لن يجدي نفعا. قال الإمام أحمد محمد المحضار: النفوس تحاكي النفوس. هذا مأخوذ من من قبله من أمة التصوف. كيف تحاكي النفوس؟ أنت نفسك فيها، يعني نحن نفسي فيها يعني شيء من اللدد والخصومة، أو إذا كنت أكلم واحد وإن كان سويت نفسي أني أريد أن أنصحه، النفس تحاكي النفس على طول، تقرأ ما قال سيدنا علي بن أبي طالب: ولا تصحب أخ الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أردى حليما حينما شاه، يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ما شاء، وللشيء من الشيء مقاييس وأشباه. وإيش قال بعدين؟ وللقلب من القلب دليل حين يلقاه. إذا كان القلب مليئا بالرحمة يؤثر في الذي أمامه، إذا لم يكن مليئا بالرحمة ما يعني يحصل أثر. كنت مرة أتكلم مع سيدي أي عمر عن بعض يعني أمور التدريس وكذا وما يحصل يعني في النفوس من هذه الأمور، فقلت له يعني كنت أكلم أحد الشباب وأقول له يعني تعال نأخذ درس نقرأ معا كذا وكذا، فكان هو الشاب يعني الطالب يقول لي: إن شاء الله يعني بقى خير. وأقول له: تعال تفضل بنأخذ بنقرأ وياك درس، يعني هذا العلم يعني أظن يعني أنك تحتاج إليه. فيقول: إن شاء الله شاب أشوف إذا عندي وقت، إن شاء الله يقع خير. فطبعا إيش يعني الواحد في هذه الحالة كيف ومدري إيه، فيريد أن يلبس على نفسه أنه لا هذا من باب التعليم، كلام النفس تلبس على الإنسان كلام. المهم فرحت إلى عند الحي عمر وعرضت عليه ما حصل،
فقلت له هل يعني أعيد النص له وكذا؟ فالحين عمر لاحظ يعني الإشكال، فقال لي بالرحمة بالرحمة. فحتى أعدت له السؤال، فالحين عمر لم يزد على هذا، يقول لي مع الرحمة مع الرحمة بالرحمة بالرحمة. هذا هذا إذا تريد تنفع فهو بالرحمة، ما هو بالقوة ولا باللدد ولا بالرحمة بالرحمة. وللقلب من القلب دليل حين يلقاه. نعم، لكان أحد العارفين بالله الحي عبد الله بن طاهر الحداد، واحد من أئمة العارفين بالله عندنا في حضرموت، توفي قريبا، كان حضر في مجلس، وكان في المجلس كثير من المشايخ، فقام في وكانوا في الحجاز عند ورودهم الى 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 الى, إلى الحج، الى حج بيت الله الحرام، وكان احد الصالحين من اهل من المطوفين جمعهم عنده في مجلس، فاخذ يعني يتكلم الناس الاول الثاني الثالث الرابع وعلماء ويتكلمون وخطب عريضة وكذا. ففي الأخير قالها صاحب المنزل صاحب المكان للحي عبد الله بن طاهر الحداد، قم تكلم. قال ما شاء الله تكلم العلماء بما فيه الكفاية وكذا. قال لا 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 نريد نسمع منك. قال قد تكلم. قال العلماء أصروا لا لابد تقوم تتكلم وكذا. فقام يتكلم. إيش قام سوى؟ قام وقف قال اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا في من... إلى أن أكمل القنوت، وقنا شر ما قد نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وجلس، والمجلس ضج بالبكاء من أوله إلى آخره، حتى أن بعضهم استغرب يعني إيش هذا، ما قال شيء، ما قال إلا دعاء القنوت، حتى أخذ أحدهم الميكروفون وقال سبحان الله، يعني نحن كلنا كنا نتكلم ونسوق الآيات ونسوق الأحاديث ونأتي بالخطب الرنانة والعريضة، وهذا السيد قال الدعاء الذي نقرأه في القنوت كل يوم في صلاة الفجر. يعني الشافعية يا جماعة، الشافعية المالكية ولا حنابلة العفو منكم، يعني الشافعية الذي نقرأه كل يوم الدعاء نقرأه في الايه في القنوت. فقال ونعرفه ونحفظه. قال وكل أثناء كلماتنا ما شفنا حتى أثر ولا بكى، وهذا قال الشيء اللي نحفظه كلنا، وإذا بالكل يبكي لما في القلب، حال القلب سرى إلى الحاضرين. كان أحد الأئمة في حضرموت إذا أراد أن يقوم يتكلم قبل لسه أول ما وقف يقف للكلام، إذا بالهداية الناس يتأثرون، وهذا يدمع لسه عاد وما تكلم، قبل أن يتكلم إذا بهم يخشعون. كان سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضوان الله عليه معروف بأنه كان كلامه لطيف وبسيط ويخشع الناس ويبكون، وكان ابنه في بعد أن تخرج وتعلم قال له يا أبي أنا أريد أن أمسك المجلس اليوم مكانك، وابنه كان من العلماء، قال تفضل. قام ابنه يمسك المجلس مكانه، طبعا هو يقول يعني إذا كان أبوي يتكلم بالكلام هذا البسيط وأبكى الناس، فإذا أنا أتيت بالخطب الرنانة الناس أكيد بيضجوا أكثر. فأخذ يتكلم ويأتي بالآيات والأحاديث، والناس ما أحد منهم يخشى، حتى أن بعضهم ينعس. إيش ذا؟ فسكت، خلص الكلمة وجالس استغرب يقول لأبوه إيش إنه. قام الأب قال اسمع بس يا ولد. قام الأب وتكلم. إيش قال الأب؟ قال إن أم الفقراء يعني زوجته أم العيال أخذت الدجاجة لتطبخها لنا للعشاء، ذبحتها وسلختها وطوختها، فلما أرادت أن تقدمها لنأكلها إذا بالقط يأتي ويأكل يأخذ الدجاجة ويهرب ولا ونبيت بلا عشاء. فإذا بالناس يضجون بالبكاء، فالابن إيش هذا؟ أنا أتيت آيات أحاديث وأبوي جاب قصة دجاجة والناس بكوا، إيش اللي حصل؟ حتى أن بعضهم عبر عن ما حصل له في قلبه من الحال، قال هذا عملي الصالح الذي أعددته ورتبته، هو حتى إذا
حاولت أن أقدمه بين يدي الله قبل أن أموت، أتى الشيطان واختطفه مني فبت بلا شيء. كلمة كيف البسيطة كيف وصل بتأثير الإيه؟ بتأثير القلب. كان الشيخ علي بن عبد الله باراس يقول: إنني أجد في كلام شيخي عمر بن عبد الرحمن العطاس، أجد في كلامه الذي يتكلم فيه مع الناس العادي، أجد فيه من الأثر ما لا أجده في كلام كثير من الخطباء والوعاظ. كيف يصل؟ هذا هو بس وللقلب من القلب دليل حين يلقاه، نور القلب الذي يسري إلى من حول فيقول. فهذا كلامهم هذول أكياس أهل الحزم ليس أنهم لا يريدون نجاة أهل الأرض، لا بالعكس، هم يريدون نجاة أهل الأرض كلهم. حتى إن العلماء تكلموا في الدعاء على طلب المغفرة لجميع المسلمين، وحصل كلام بينهم، فبعضهم قال لا يجوز الدعاء أن بالمغفرة لجميع المسلمين جميع ذنوبهم، للقطع بأن الله عز وجل سيعذب بعض المؤمنين كما في الآيات والأحاديث. واعترض آخرون قالوا كيف هذا؟ ما هو الله عز وجل أمرنا بأن نستغفر للمؤمنين، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى أمته بالإطلاق، فكيف يعني لا يصح هذا الدعاء؟ شوف الاختلاف. لمزيد الرحمة كيف ما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: صنعت خدمة للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام، قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لعائشة ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. قالت السيدة عائشة: أوه ما شاء الله، فرحت السيدة عائشة. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أسررت يا عائشة؟ قالت: كيف ما أسر؟ قدمت وأخرت ورثت كله غفران، خلاص راح. قال لها يا عائشة: أما إنها دعوتي لأمتي كل ليلة. الله، كل ليلة أغفر لأمتي ما قدمت ما أخرت وسره. لذلك قال العلماء: لا يهلك على الله، النبي صلى الله عليه وسلم كأنه ورد في حديث: لا يهلك على الله إلا هالك. بعد هذا كله إيش عاد باقي؟ خلاص طريق الجنة خلاص كأنه ممهد، ما عاد باقي شيء بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسلم، أي مسلم، هكذا يكون حاله مع الناس، يتمنى لهم الهداية، يتمنى لهم الصلاح، يتمنى لهم الخير، يتمنى نجاتهم، يسوءه المعصية منه أو من غيره، لأنه في حالين، في كما يذكر لنا مشايخنا: إما أنه يرى أن هذه المعصية ستضر بالذي أمامه فهو حريص أصلا على هذا، وحريص أن لا يضره هذا الشيء، وفي حال آخر هو ينظر إلى أن الذي عصي هو الله، فهو يغار أن يعصى الله عز وجل في أرضه سواء منه أو من غيره، فلا يريد أن تقع المعصية. فليس المقصود هكذا أنه يعني لم تنفعنا نجاتهم أنهم لا يبالون، لا، هو يقول يعني اللدد والخصومة هذه لا تنفع، ما في داعي للزيادة، لأنه هذا لن يعني الذي قدره الله عز وجل وأراده سيحصل. كان بعض الصالحين يقول عندما سئل عن الخروج في الدعوة إلى الله، قال له: ماذا فعلت؟ قال: ذرينا حبيبات وعلى الله النبات. سمعناها كثيرا من شيخنا حبيب علي، صح ولا لا؟ ذرينا حبيبات يعني زرعنا حبوب، والنبات ما هو علي، والنبات على الله، وعلى الله النبات. قال: وليس علينا أكثر مما كان على الصحابة مع اليهود والنصارى وأهل الملل. كيف سووا مع اليهود والنصارى؟ أجلسوا يجادلوهم وينازعوهم، وإنما بيّنوا لهم بالتي هي أحسن. قال سبحانه وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. يقول الإمام الغزالي في كتاب القصاص المستقيم، مر عندنا في بعض الدروس، أن هذه ثلاثة مراتب الدعوة إلى الله، ثلاثة مراتب: الحكمة، الدعوة سيورك بالحكمة، والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. ثلاثة أنواع من أنواع الخطاب، كل صنف من الناس يناسبه أحد هذه الأنواع: الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي أحسن، بس ما في شيء ثاني، ما في لدد، ما في خصوم، ما في في الآية، ما في الآية، صح ولا لا؟ قال سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال: ونرى أن المبتدع لا يترك بدعته بجداله، بل يزيده التعصب والخصومة تشددا في بدعته،
فاشتغالي كيف يزيد اذا جلس يقول انت اصلا مبتدع وانت كذا وكلامك خطا وشيخك كلامه خطا ومتهافت ومخالف للعقل والمنطق، واصلا انتم لا تريدون الا المال والسلطه. بعدين بدانا ندخل في النيات والقذف في الاشخاص، وانت ومشايخك واصلا شيخكم الكبير كان فيه كذا وكان فيه كذا. ايش بعدين بيقول لك؟ اوه صح كلامك، انا غلطان ومشايخ غلطانين ونحن نتوب الى الله على يدك. بيقول لك مع السلامة، أنت ومشايخك ومنهجك وفكرك كلك. بل لو كان كافر بيقول لك مع السلامة، أنت ودينك هذا اللي مسوي لنا هذه المشاكل. إيش الفائدة من هذا اللي تقوله؟ زاد تعصبه. قال الإمام الغزالي في كتاب الاقتصاد والاعتقاد، نفس الإمام الغزالي في كتاب الاقتصاد والاعتقاد، قال: بل رأينا أن هذه المناظرات والمخاصمات لم تتكشف إلا عن زيادة تعصب أهل البدعة في بدعتهم وزيادة تمسكهم في البدعة عنادا لهذا الرجل الذي جلس يلاددهم ويثير نفوسهم. لكنها بالرحمة، بمحاولة يعني إيصال الهدى بدون إثارة النفس، مهما كان بدون إثارة النفس. كان شيخنا الحبيب علي يقول إن بعض الناس كانوا يناقشوا في مسألة ويناقشوا ويأخذ ويرد ويأخذ ويرد ويأخذ ويرد، والحبيب علي يرد معه ويناقش ويرد. قال: إلى أن سألني سؤالا فما كنت أعرف جوابه. قال: فقلت له لا أعلم. ما هو زي حالاتنا، ممكن لو واحد سألك سؤال وانت ما تعرفه ايش تسوي؟ بتسوي خطبة، بتسوي مقدمة، وإن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، أما بعد فإن هذا السؤال من الأسئلة التي يعني يهتم الإنسان بها ولا بد للمسلم، وهات الآيات والأحاديث، وإذا كان سؤال مثلا عن مسألة في وجود الله ولا شيء تذكر الآيات ما له دخل. ايش المسألة؟ المسألة احنا سألناك عنها اصلا هذا كذا وكذا، وهذه المسألة فيها كذا، وقد قال العلماء في كذا، وقال فلان من العلماء، وقال الإمام فلان، وقال الإمام الغزالي، وقال إمام الحرمين، كله برا الموضوع. ليه؟ عشان على الأقل عندي ايه شوية جواب. ما ينفع يسألني سؤال وسط النقاش بعد ما خلاص يعني ما شاء الله بدأ يبان اني يعني ما اعرف وكذا، فجأة اوقف؟ لا ما ينفع، عيب. صح ولا لا؟ بعدها بيقول ايش دحين انا اتكلم في مسألة وهو يروح يسوي لي خطبة في مسألة ثانية؟ خلاص ما سقط اعتبارك وسقطت ثقتك عنده، هذا يلف ويدور. فالحبيب علي قال: فقلت له سبحان الله، قال: جاء في بالي. قلت له لا اعلم، ما اعرف الجواب. قال: فاذا بالرجل توقف انبهر. قال: كيف هذا؟ قال: أنا يعني كنت يعني أناقش حتى بعض الأدلة اللي ظاهرة عندك يعني قاوحك فيها، وأنا عارف أن دليل ظاهر وقوي وأحاول أرد عليك فيه، لكن لما قلت لي لا أعلم، قال: عرفت أنك صادق، يعني ما بتتكلم معي إلا لأن كيف فجأة كذا سهل عليك أن تقول لا أعلم وبس وخلاص. يعني اقتنع بكلام الحبيب علي بسبب قوله لا أعلم، مش بسبب انه نعم. فلذلك كان فالامام الغزالي يقول هكذا: لا 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 تزيد اللجاج والتعصب والخصومه، وانما المقصود به ايصال الهدى. ايصال الهدى لا يكون بمثل هذا. قال: فاشتغالي بمخاصمه نفسي لتترك الدنيا للاخره اولى. كيف وقد نهيت عن الجدل؟ وكيف أدعو إلى السنة بتركها؟ كيف واحد بيدعو للسنة؟ قل أنا بدعو للسنة، هو يترك السنة. السنة المجادلة بالتي أحسن، هو يجادل بغير التي أحسن. ما ينفع، صح ولا لا؟ لابد من الجدل بالتي هي أحسن، بما يستطيعه الإنسان من الرحمة واللطف واللين حتى يهدي الإنسان، حتى يهدي الناس إلى الحق. وليس المقصود الإفحام كما قال شيخنا الحبيب علي، وإنما المقصود الهداية إلى الحق. قال مرة، كان يقول لنا الحي عمر، قال في بداية ما كنا في بداية الدعوة، قال بسبب كثرة يعني أهل الباطل والبدعة الذين بدأوا ينتشرون في البلد، قال كنا نكثر الكلام والردود عليهم للحاجة، لأن هناك كان حاجة لكثرة الرد وتبيين المسائل التي يلبسوا فيها على الناس. قال: ثم لما خلاص الأمر خلاص بدأ انتشر الحق والهدى،
لم يحتج إلى كثرة النقاش في هذه المسائل، فالحي عمر ترك هذا الأمر لأنه أخذه للحاجة، ما دام أخذوا الحاجة ذهبت الحاجة إيش خلاص انتهى، عادنا من نستمر في إيه، لو حصل لا لو حصل يقع خير. عندنا في حضرموت يقولوا لما يولد بنسميه، لما يجي الولد بنسميه، قبل ما يولد بتسميه عاد وما جاء، لما يولد بنسميه. كان الأئمة من الصحابة والتابعين إذا سئلوا عن مسألة يقولون هل وقعت؟ وقعت مسألة؟ إذا قال لهم الثاني لا ما وقعت، إن شاء الله لما تقع سييسر الله عز وجل من علماء الدين من يحلها، لا تشغلنا ذحين بها، ما وقعت خلاص ليس لها حاجة، لما تقع سييسر الله من علماء الدين من يحلها. قال فبعد خلاص، قال سكتنا خلاص عن الردود، سكتنا خلاص، صار الحي عمر يتكلم في الهدى والدعوة إلى الله العامة. قال فالذين أقبلوا من أهل البدعة وتابوا من بدعتهم بعد السكوت عن النقاش أكثر بكثير من الذين رجعوا وتابوا أثناء النقاش والجدال. عجيب صح، سبحان الله، هكذا يدبر الله ويسر، سيسير الله وتدبير. نعم. قال وكيف أدعو إلى السنة بتركها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا السير في هذا السبيل وأن يرزقنا الاتباع للحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم وللعلماء وللسلف، إنه ولي ذلك القادر عليه، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ونقرأ قليلا أيضا في آداب المعلم والمتعلم. تقرأ سيدي الشيخ إسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه، أما بعد، قال الإمام الفاضل بدر الدين بن جماعة رحمه الله تعالى في كتابه الإنكار السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم في الفصل الثالث في أدب العالم مع طلبته مطلقا وفي حلقته، قال الثاني ألا يمتنع من تعليم الطالب لعدم خلوص نيته، فإن حسن النية مرجو له ببركات العلم. قال بعض السلف طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، قيل معناه فكان عاقبته أن صار لله، ولأن إخلاص النية لو شرط في تعليم المبتدئين فيه مع عسره على كثير منهم لأدى ذلك إلى تفويت العلم كثيرا من الناس، لكن الشيخ يحرض المبتدئ على حسن النية بتدريج قولا وفعلا، ويعلمه بعد أمسه به أنه ببركة حسن النية ينال الرتبة العلية من العلم والعمل وفيض اللطائف وأنواع الحكم وتنوير القلب وانشراح الصدر وتوفيق العزم وإصابة الحق وحسن الحال والتسديد في المقال وعلو الدرجات يوم القيامة. نعم، هنا يذكر أنه من آداب المعلم ما يمتنع عن تعليم الطالب، ليه؟ لأنه نيته ما هي خالصة. أولا كيف بتعرف نيته ما شاء الله تبارك الله إلا لو كنت مكاشف، ولو كنت أصلا مكاشف لن تمتنع عن تعليم الناس لأجل نيتهم، لأن خلاص أنت ستصير عبد لله خالص، فمن أتاك ليتعلم ستعلمه وستسأل من الله أن يخلص نيته. فإما أن تكون مكاشف تعرف أنه نيته ليست خالصة فحينئذ أصلا لن تمتنع عن تعليمه، وإن أنك لست مكاشف كيف بتعرف أنه نيته ما هي خالصة؟ هذا أول شيء. ثاني شيء لو ظهر هذا أو خرج من لسانه أنه يريد كذا ويريد كذا، يريد يتعلم ما شاء الله بيصير مرتاح شيخ كبير ومش عارف إيه، وستأتيه الدنيا وهي راغمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أصبح والدنيا وهمه الله عز وجل يسر الله له رزقه، وأتته الدنيا راغمة، فهو يبغى كده. هو المشكلة في تناقض طبعا، صح واضح، يعني إذا أنت تريد العلم عشان تأتيك الدنيا راغمة، أنت الحين أردت الدنيا ما أردت العلم ما أردت الله عز وجل، لكن أحيانا تلبس علينا النفوس بهذا، شيء واضح واضح، تناقض واضح، لكن سبحان الله يحصل عندنا. فلا لا يمتنع عن تعليمه العلم الشرعي، لأن للعلم الشرعي كما قال عندنا عن بعض العلماء طلبنا العلم لله فأبى العلم إلا أن يكون لله، قال قيل معناه أن صار عاقبته أنه لله، وقيل معناه أنه لم يتأتى لنا حقيقة العلم ما حصلناه، أبى
حتى خلصت نيتنا لله فحصلنا حقيقة العلم. ويذكر هذه عن الإمام الغزالي كما سمعناها وسمعتموها من الحي علي، أن الإمام الغزالي كان في أول أمره توفي والده وهو صغير وترك لهم شيئا من المال، وكان عمهم يرعاهم وينفق عليهم من هذا المال. انتهى المال من عند عمي، فقال ما عندي دحين مال، ايش بنسوي؟ قال خلاص بنحطكم في خانقاه للصوفية تطلبون العلم، يعني زي رباط تتفرغون فيه لطلب العلم وكذا. هو أصلا فيه طعام، فيه طعام وشراب وأموركم بتكون ميسرة، سكن وأكل وشرب. فدخلوا لكي يكون عندهم نفقة، فلما طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم. سبحان الله، لما دخلوا تنورت قلوبهم وصاروا الاثنين من كبار الأولياء، والغزالي أهو حجة الإسلام، الغزالي صار وخرج إلى الخلوة وسار والتقى بشيخه وتزكى وتربى وتصفى وألف إحياء علوم الدين الذي لم يوضع كما قال الإمام الحداد في الإسلام مثله. قال الإمام الحداد: والحجة الحبر الذي باها به أهل النبوة خير كل خير فاعل، باها خير كل مشفع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم باها به من أهل النبوة اللي هم مفعول به. والحجة الحبر الذي باها به أهل النبوة خير كل مشفع، وبوضعه الإحياء فاق، فيا له من واضع وكمثله لم يوضع. إحياء علوم الدين هذا الذي قيل فيه كاد الإحياء أن يكون قرآنا، وقيل فيه ما قيل، إمام الغزالي. وأخوه الإمام أحمد الغزالي كان من كبار الأئمة. قال الإمام الغزالي: صليت خلف أخي الشيخ أحمد الغزالي مرة، لا صلى خلفي الشيخ محمد الغزالي الكبير، أحمد أصغر منه. قال صلى خلفي الشيخ أحمد الغزالي مرة، قال وأنا في الصلاة عرضت لي مسألة في الحيض، فبعد أن انتهيت الصلاة قام أخي يعيد الصلاة. قلت له: ما لك تعيد الصلاة؟ قال: مليان الصلاة هذه دم ونجاسة. كشفه يفكر في مسائل في الحيض، قال هذه الصلاة مليانة دماء ونجاسة. قام يقول بعيد الصلاة، ايش الصلاة هذه الصلاة؟ هذا الشيخ أحمد الغزالي، أخو الشيخ محمد الغزالي. ليس له كتب معروفة لكنه كان من العلماء العارفين بالله الصالحين. الاثنين طلبنا العلم لله فأبى العلم أن يكون إلا لله، خلصت نيته لله. وهكذا ينبغي للمعلم، حتى عندما يأتي الطالب وفي همته شيء من النقص من الضعف، كلنا كنا في بداية طلب العلم هكذا، يعني على قد حالنا شيء كذا. احنا شيخنا الشيخ عبد الكريم باشا رحيل وشيخ السيد عبد اسماعيل يعرفوني وانا صغير لما كنت احضر عندهم في الدروس. درسني السيد عبد الله اسماعيل سفينة النجاة، وكان الشيخ عبد الكريم من مشرفي الدورة. وبعدين لما رحت الى دار المصطفى كان الشيخ عبد الكريم باشا رحيل مشرف شؤون الطلاب في دار المصطفى. يعني ايه ما خفي، يعني خلاص علي مستور. ويعرفونا كنا يعني ايه يعني مش حالك يعني شيء كذا وشيء كذا، كان يتلطف بنا جزاهم الله خير. سيد عبد الله اسماعيل لما كنا نقرا عنده في سمية النجاة، شاف كنت انا صغير يعني كثير اللعب، يعني عندي 8-9 سنين كثير اللعب، يعني نطنط وكذا والعب واحضر الدرس، وكان يتلطف بي واهلا وسهلا وينك ما حضرت، المفروض يعني بدال ما يعني يقول الحمد لله انك ما حضرت، ما هو وينك ما حضرت صح؟ واحد يعني همته ضعيفه في الدروس، المفروض اذا ما حضر الحمد لله احسن ما حضر، لا عاد يجي الحين لا وينك ما حضرت ايش هذا، لا لازم سجل اسمك، انت اسمك مش مكتوب. حتى مره من المرات يعني باب الشيء بشيء اذكر رخصه يعني بنقول القصه هذه. كان يتكلم عن انه يعني يقول بعض الناس ان الذي يتثاءب وما يضع فمه على يده على فمه انه يدخل فيه الشيطان، يعني قيل قال مثلا هذا علي هذا فيه 70 شيطان. نحن تدرس سفينة النجاة عنده، بس هذا الأسلوب، هذه الطريقة حببتنا في طلب العلم في نبغى نحضر الدورة، نبغى نحضر الدروس، نبغى نحضر عندهم نسمع. تلطف هذا ما خلاص إيه الحين هذا ما منه فائدة، هذا ما خلاص لا، وباللطف وباللين وهكذا. نعم، فالذي يأتي إلى المعلم حتى لو كان ضعيف الهمة أو ضعيف النية لا يؤاخذه في البداية على هذا، خلوا يوم بعد يوم بعد يوم، مرة بعد مرة بعد مرة. شيخ عبد الكريم ما سمعنا له صوت عالي،
مع هذا كله ما سمعنا له صوت عالي، لطيف باللطف بالله. ولما بعدين كبرنا، هو شوف نحن صغار يعني كنا عندهم، لما كبرنا صار يقول مثلي ادعو لأخيك، ادعو لأخيك. انت تعرفني وانا طفل، وانا جيت عندكم ادعو 7 8 سنين، ادعو لأخيك وكذا، والمؤمن قوي بأخيه. يعني هذا هكذا يعني المدرس لما يأتي إليه الطالب لا على طول يحكم عليه، من إذا كان لا يحكم على أي أحد من الناس، فضلا عمن أتاه قاصدا ليتعلم منه، لا يأخذه باللين، باللطف، بالرحمة، شيئا فشيئا شيئا فشيئا، سيرى الثمرة، سيتغير العلم. لا ينال هكذا دفعة واحدة، هو بالتراكم يحصل، بعد سنة بعد سنة، سنة بعد سنة، النية تصلح والهمة تتغير والنجابة، حتى فهم العلم يحصل. كان أحد أصحابنا يقول أني كنت عندما أدرس العقائد النسفية، قال ما كنت أفهم شيء، أدرس الدرس الأول يعني أحضر الدرس أحس أني فاهم الدرس، يعني مش أنه في شيء عندي إشكال، لا الحمد لله فاهم، والمدرس يشرح تماما. قال لكن يعني أحس أني مش مجمع، في شيء كذا ناقص، ولكن يعني اصطلب في الدرس، يحضر كل يوم مع القراءة والتحضير. قال لما أكملنا الكتاب حسيت أن الصورة للعلم اكتملت في ذهني، خلاص حسيت أني فاهم الكتاب، لأنه هكذا العلم ينال شيئا فشيئا بالتراكم، ما يمكن تحكم على الطالب من أول الكتاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا دين علم تأويل، ويغفر لنا تقصيرنا، ويعلمنا التعليم والتعلم، إنه ولي ذلك القادر عليه، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. بإحياء علوم الدين تحيا قلوبنا ويكشف عنا غمنا وكروبنا. بإحياء علوم الدين تحيا قلوبنا ويكشف عنا غمنا وكروبنا. كتاب حوى العلم الذي هو نافع مؤلفه أستاذنا وطبيبنا. كتاب حوى علم الكتاب وسنتين وما قاله أواهنا ومنيبنا. مواريث أسلاف لنا وأئمة مضوا على آثارهم مستجيبنا. إذا نشرت أعلامه وعلومه وأبصرها علامنا ومصيبنا. إذا نشرت أعلامه وعلومه وأبصرها علامنا ومصيبنا. تحقق أن العلم فيه بأسره ولم يسترب في مثل هذا أريبنا. وقد أطنب شيخ الإمام بوصفه أبو المكرمات العيدروس حبيبنا. وكم غيره من عارف ومحقق
حبر عليم والإله حسيبنا. وكم غيره من عارف ومحقق وحبر عليم والإله حسيبنا. وتمت وصلى الله في كل ساعتين على المصطفى الهادي شفيع ذنوبنا. والحمد لله رب العالمين. علي. ما دمت بين يديكم فالرضا مددي البسط حال والأسرار طوع يدي. ما دمت بين يديكم فالرضا البسط حال والأفراح طوع يد. لا غيب الله عني حبكم أبدا حتى يطيب بكم عيشي إلى الأبد. أنتم حياتي وإن شاهدتكم حضرت ولو حجبتم تغيب الروح عن جسد. أسأل الشمس عنكم كلما طلعت وأسأل البرق عنكم كلما لمعت. أبيت والشوق يطوي أبيت والشوق ينشرني في راحتي ولم أشكو له وجعا. ألا إن ديني فاعلموه هو الهوى وموتي شهيدا في الصبابة مذهبي. من لم يفقهه الغرام فجاهل من لم يهذبه الهوى لم يهذبي. سلوا عن فنون الحب منه فإن لي يد فيه بالتجريب لا بالمؤدب. ولا تأخذوا عمن روى لكم الهوى ولكن إذا شئتم خذوا عن مجرب. وإني من قوم إذا عشقوا رأوا هلاكم في العين
على حلو الزمان وبره صبور وما سلوا الحب عن قلبي وعن هزماته وعن هزمة السلوان في كل موكب. الفاتحة على اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، تفرقنا من بعد تفرقا معصوما، لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا حوالينا شقين ولا محروما. إن الله يوفقنا وإياكم في الدين ويجعلنا من حمال شريعة السيد المرسلين نهي أسلافنا الصالحين، لا يرانا وإياكم حيث نهانا ولا يفقدنا حيث أمرنا، يغفر الذنوب وساعد المطلوب العاقبة إلى خير، فرج العاقل لأمة لا إله إلا الله أجمعين في مشاكل الأرض والمغاربها، يرحم الأمة المحمدية ويصلح الراعي والرعية، يرحم حوائجنا كلها مقضية بيا سيدنا خير البرية، يكفنا وإياكم كل أذية وبلية، إن الله يشفي علمائنا يمتعهم متعة كاملة، إن الله حبب لهم بقى فينا في خير ولطف وعافية، يعطي كل واحد منا على ما أمل وعلى ما طلب وعلى ما رجع من خيرة الدنيا والآخرة، يشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويرحم موتانا ويغفر الأحياء أنا إذا بنا وإياكم عنده بأحسن تدبير، يعني الموضوع يفرج على أمة لا إله إلا الله أجمعين في خير ولطف وعافية، ما حسن الخاتمة عند الموت بعد عمر طويل في خيرات ومسرات وألطاف وعوافي ظهر وخفيات في خير وما نواحي بنا علي في هذا المجلس، نوينا وما طلب وطلبنا وما عمل وأملنا ظاهرا وباطنا في خير ولطف وعافية بسر أسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. ربنا انفعنا بما علمتنا، ربي علمنا الذي ينفعنا، ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر وانثى وذكر، ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وارزق الكل حلالا دائما، وأخلاء أذكياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر، ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقرا بالرضا منك، واغض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل الملون، واغفر واستر أنت أكرم، وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا في كتاب فيه للناس شفاء، وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح، اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرف، فتوب علينا توب تغسل لكل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودين ولالي والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين أجمع، آمين ربي، فضلا وجودا منا لا باكتساب بالمصطفى الرسول نحظى بكل سؤل، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سؤل، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سؤل، صلى وسلم عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش السحب، والحمد لله في البدء والدن حمدا كثيرا دائما هبة، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير.